الوافي عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ومنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال. اليوم كنخلدوا فتح مايب بواحد مجموعة من المشاعر. اولا واحد الشعور بالفخر الانتماء للاتحاد المغربي للشغل على النضالات اللي كتخوض المنظمه ديالنا والطبقه العامله المنضويه تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في واحد العدد كبير من القطاعات، سواء القطاعات الوزاريه والتابعه للوظيفه العموميه او قطاعات ديال المستخدمين ديال المنشات العموميه او القطاعات ديال الجماعات المحليه والقطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي وكله. في نفس الوقت عندنا شعور ديال الافتخار على انتزاع ديال الاتحاد المغربي للشغل واحد مجموعه من المطالب لصالح واحد العدد ديال الفئات. هاد المطالب فيها ما هو تحسين الدخل وفيها ما هو يعني بالنسبه للظروف ديال العمل. الشعور ايضا ديال الغبن ديال الشغيله الاعلاميه على مواقف اخرى. شنو هو الموقف الاول؟ وهو انه الشغيله الاعلاميه ما هذه مده وهي كتناضل تحسين الاوضاع ديالها الاجتماعيه والماديه، ولكن الان في القطاع ديالنا تسربت ليه الهشاشه بواحد الشكل كبير واصبح واحد العدد كبير ديال الزملاء والزميلات كيشتغلوا في الهشاشه، ما مرسمينش، ما عندهمش تغطيه اجتماعيه، ما عندهمش التامين على المرض، ما عندهمش بريزون شارج، ما عندهمش لي زافونتاج، يعني الظروف ديال العمل صعبه. وكلنا كنشتغلوا خدمه عموميه، كلنا كنقدموا واحد الخدمه عموميه وكنطبقوا استراتيجيه ديال الدوله في قطاع ديال الاعلام، ولكن الزملاء ديالنا كيعانيوا من هذه الهشاشه، سواء اللي كيشتغلوا في التلفزيون او اللي كيشتغلوا في الاذاعات او اللي كيشتغلوا في الصحافه ديال مثلا ديال المواقع الالكترونيه الصحافه المكتوبه اللي كذلك كيعيشوا واحد الهشاشه كبيره. المشكل هو ان هذا الشيء نضاف ليه انه يعني المأمول اللي كان في المجلس الوطني للصحافه انه المجلس الوطني للصحافه ما عطاناش داكشي اللي كنا كنتظروا منه، خصوصا في مجال تسليم بطاقه الصحافه وتسليم ديال بطاقه القطار اللي كيشوبها مجموعه من الخروقات، واللي عدد كبير ديال الزملاء مولفين كيشتغلوا مهنيين صحفيين حقيقيين اعلاميين حقيقيين سنوات هما كيشتغلوا كيستافدوا من مثلا بطاقه الصحافه كابسط شيء والان تحرموا منها. إذن هذا هذه مجموعه من المشاعر المختلطه اللي عندنا اللي كنعانيو منها في المجال ديال الاعلام والمجال ديال الصحافه والاتصال. واخا حنا كنتقاسموا مع الطبقه العامله الاحتفالات ديالها ديال فتح ماي كعيد اممي يخلد للنضال من اجل تحسين الظروف الماديه والاجتماعيه ديال الطبقه العامله، في نفس الوقت ما يمكنش نحبسوا نحرموا نفوسنا من اننا نديروا واحد الحصيله اللي هي احيانا يعني كونتراستي واحيانا يعني حزينه في بعض المجالات. أمغار احمد الكاتب العام لمهني الشركه الوطنيه سوريا الدوزيم. اليوم كنتواجدوا بفاتح ماي العيد الاممي للطبقه العامله. فاتح ماي هو العيد اللي كتحتفل فيه الطبقه العامله بالعيد الاممي الحركة النقابية والحركة العمالية، هو يوم للاحتفال، هو يوم كذلك للاحتجاج، هو يوم اللي كتحتفل فيه الطبقة العاملة بما حققته من خلال نضالتها، وكذلك يوم للاحتجاج الاحتجاج للمطالبة بالمطالب المشروعة للعمال من اجل تحقيق الكرامه الاجتماعيه ومن اجل تحقيق المطالب ديالهم. بالنسبه لنا في المغرب هذا العام كيجي هذا العيد ديال فاتح ماي في ظرف خاص اللي كيتميز بالتضخم يعني بالارتفاع ديال تكلفه المعيشه، مما جعل الحركة النقابية في المغرب تحت قيادة الاتحاد المغربي للشغل
انها تخوض مجموعه ديال المعارك في عده قطاعات اللي كانت كتعيش مشاكل، وبفضل هذه النضالات هذو حققت مجموعه من المكاسب واستطاعت انها تفتح مجموعه ديال الحوارات القطاعيه، وكذلك حوار مركزي اللي من خلاله تحققت مجموعه ديال المكاسب للشغيله المغربيه. بطبيعه الحال هذه المكاسب هذو ما كتستجبش للانتظارات ديال الاتحاد المغربي للشغل، ولكن ماشي هي نهايه المطاف، النضال يستمر. لتحقق هذا العام هذا هو زياده ديال 1000 درهم صافيه بالنسبه للقطاع العام، والزياده في الحد الادنى للاجور بالنسبه للقطاعين، القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي، وكذلك الدخول في مفاوضات من اجل تنزيل ديال قانون الاضراب، وكذلك مجموعه ديال الاصلاحات الاجتماعيه. بالنسبه لنا احنا قطاعيا خدنا مجموعه ديال المعارك من اجل المشاكل اللي كيعيشها القطاع ديال الاعلام، المشاكل اللي كيعيشها خاصه الهشاشه، بحيث ان القطاع ديال الاعلام اللي هو خاصه الاعلام العمومي اللي هو قطاع استراتيجي بالنسبه للدوله، اللي هو القوه الناعمه للدوله، للاسف ان مازال كيعاني الشغيله ديال هذا القطاع من الهشاشه، بحيث ان واحد الجزء كبير من الشغيله ديال هذا القطاع كتعاني من الهشاشه. اذا بالنسبه لنا احنا ياخذنا معركه داخل القناه الثانيه من اجل ترسيم غير المرسمين اللي كيعانيو من الهشاشه، اللي كيمثلوا تقريبا 50% من الشغيله ديال القناه الثانيه، في 10 اكتوبر اللي هو اليوم العالمي للشغل اللائق. وبفضل نضالاتنا حققنا اننا نفتحوا حوار، سواء على المستوى الاداره ديال القناه، سواء على مستوى الاداره ديال القطب العمومي، سواء على مستوى الوزاره الوصيه. إذن الحوار مستعمر من أجل إدماج الغير المرسمين. كنتمناو أن السلطات تستجب للمطالب المشروعة، وفقط تطبيق القانون، أن بالنسبة لهاد الناس اللي كيعيشوا في وضعية اللي كنعتبروها وضعية غير قانونية، تسوى الوعية ديالهم ويوليو في وضع قانوني. وكذلك عندنا مشكل بالنسبة للقناة الثانية كتعاني منه، هو النموذج الاقتصادي، بحيث انها كتعاني من مشكل ديال التمويل. مجموعه ديال الاخوان ديالنا المتقاعدين مازالين لحد الان انهم كيتلقاو يعني منحه ديال التقاعد ناقصه، لان كاين متاخرات كبيره ديال الصناديق ديال التقاعد. كذلك هادو من بين المطالب اللي رفعتها الحركه النقابيه داخل القناه الثانيه. اذا بالنسبه للشعار ديالنا اللي رافعينه هما هادو، ان الترسيم للناس اللي كيعانيو الهشاشه، وكذلك تسويه ديال المتاخرات ديال صناديق التقاعد، وكنطلبوا بطبيعه الحال الشفافيه فيما يخص تدبير الملفات ديال الشغيله ديال القناه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.